النهاردة احنا متجمعين علشان نكرم مجموعة من الممرضات اللي اتصابوا في مواجهة فيروس كورونا، وهم عددهم 7 تمريض وطبيب واحد. طبعا ده مش هيرد لهم الجميل اللي هم عملوه لنا في مواجهتهم للفيروس، واحنا جايين بس نعرفهم، ده مش هيكفيهم حقهم، بس جايين نعرفهم ان احنا في ظهرهم موجودين علشان نقدم اكبر دعم للفريق الطبي، فريق التمريض. دعمنا ليهم معنويا احنا كلنا شايفين انه هو اهم حاجة عشان نعرف ناخد نتيجة كويسة ان شاء الله. بنتمنى بس من الناس ان هي تاخد بالها من صحتها، تاخد بالها من اجراءاتها عشان نعرف نعدي ان شاء الله المرحلة دي على خير. الناس دي اصيبت، الناس دي اتعالجت، الناس دي راجعة تاني ان شاء الله باذن الله عشان تكون موجودة في الصفوف تاني. انا لفتة جميلة جدا ان احنا بنكرمهم، وفي فكرة التكريم او اي حاجة هياخدوها ده حاجة قليلة جدا بالنسبة لهم. نصيحتي للناس خلي بالكم من كوفيد 19 لانه هو صعب والاصابه بيه صعبه جدا، ويا ريت تلتزموا وتلبسوا الماسكات والوقائيات لانه هو حاجه صعبه، احنا جربنا وعارفين.